تعتبر غابات الأمازون المطيرة مجتمع بيئي ضخم بيعيش فيه عدد كبير من الكائنات المتنوعة والرائعة زي النمور والضفادع السامة وحيوان الباسيلسك. لكن بخلاف الكائنات اللي بتعيش على أرض الغابة وعلى الأشجار، فنهر الأمازون وهو أكبر أنهار العالم بتعيش فيه كائنات مخيفة ومتوحشة أكتر من اللي موجودة على البر. في الفيديو ده هنتعرف على أكتر 10 كائنات متوحشة في نهر الأمازون. التمساح الاستوائي الأسود. من الزواحف المتوحشة واللي بتعيش في نهر الأمازون الكايمن أو التمساح الاستوائي الأمريكي الأسود، واللي بيوصل طوله لستة أمتار، والجمجمة بتاعته أكبر في الحجم من جمجمة تمساح النيل. بيتغذى الكايمن على الكائنات المائية في الأساس، لكن ما عندوش مشكلة في إنه يفترس أي كائن ممكن يقرب منه زي أسماك البيرانا والقرود والغزلان والأناكوندا وكمان الإنسان. الأناكوندا من أضخم الزواحف برضو الموجودة في نهر الأمازون الأناكوندا، واللي بتعتبر أكبر وأضخم أفعى في العالم. إناث الأناكوندا أكبر في الحجم من الذكور وبيوصل وزنها ل 250 كيلو جرام، وطول الأناكوندا عموما بيوصل ل 9 أمتار وقطرها بيوصل ل 30 سنتيمتر. الأناكوندا أفعى غير سامة، لكنها بتقتل ضحاياها بنفس أسلوب الأفعى المشبكية عن طريق الالتفاف حوالين جسم الضحية وخنقها وتحطيم عظامها، وده بفضل قوة عضلاتها الدائرية. بتتغذى الأناكوندا على الكايمن والغزلان والنمور. الأنقليس الرعدي. الأنقليس الرعدي هو في الحقيقة أقرب لسمك السلور منه للأنواع التانية من أسماك الأنقليس. بيوصل طوله أحياناً لمترين ونص، وبينتج شحنة كهربية ضخمة باستخدام أعضاء خاصة موجودة على جوانب الجسم. والشحنة الكهربية اللي بينتجها الأنقليس الرعدي في المرة الواحدة ممكن توصل ل 600 فولت، ودي شحنة كهربية كبيرة جداً لدرجة إنها كافية لقتل فرس. ولو تعرض الإنسان لسلسلة من صدمات الأنقليس الرعدي الكهربية هيحصل له فشل في القلب والرئتين وهيفقد الوعي. ولو هاجم الأنقليس الرعدي الإنسان في المية فهيغرق بالتأكيد وهيموت. سمكة البيرانا حمراء البطن. تعتبر أسماك البيرانا حمراء البطن أكتر الكائنات شراسة في نهر الأمازون، حتى إن البعض وصفوها بكابوس الأمازون، وكانت مصدر إلهام لمخرج السينما وتعمل عنها عدد كبير من أفلام الرعب. في الأساس بتتغذى أسماك البيرانا حمراء البطن على الفضلات وبقايا الأجسام الميتة، لكنها برضو بتهاجم الكائنات الحية المائية إذا أتيحت ليها الفرصة. بيوصل طول سمكة البيرانا حمراء البطن ل 30 سنتيمتر، وبتشكل الأسماك دي تهديد خطير على معظم الكائنات اللي بتعيش في نهر الأمازون بما فيها الكائنات العملاقة. زي بقية أنواع البيرانا، سمكة البيرانا حمراء البطن بتمتلك أسنان حادة في الفكين العلوي والسفلي، وبتنطبق الأسنان على بعضها تماما، وده بيديها قوة كبيرة للعض والإمساك بالفريسة حتى لو كانت الفريسة سمكة عظمية. وبتعتمد قوة العض كمان على حجم الفريسة بما فيها الفقاريات زي الضباع. السمكة دي فعلا عبارة عن آلة للقتل بفضل قوة عضلات الفكين. ودايما البيرانا حمراء البطن بتكون في حالة هياج وشراسة ورغبة في افتراس، حتى انها ما بتسيبش فريستها غير بعد ما تحولها لهيكل عظمي حرفيا وفي دقايق. الكانديرو. بخلاف الكائنات الضخمة المميتة الموجودة في نهر الأمازون، بتكمن خطورة الأمازون كمان في بعض الكائنات الصغيرة اللي بتعيش في النهر، واللي لا تقل خطورة إطلاقا عن كائنات الأمازون العملاقة. سمك السلور الصغير جدا والمعروف بالكانديرو أو السمك مصاص الدماء يعتبر سمك طفيلي بيخترق عادة مجرى البول عند الإنسان إذا قرر شخص ساذج إنه يتبول في قلب النهر. وبعد دخولها جسم الإنسان بتثبت نفسها جواه على جدران الأنسجة باستخدام أشواكها. سمكة الكانديرو كمان بتعيش متطفلة على خياشيم الأسماك الكبيرة باستخدام الأشواك وبتمص دمها. قرش الثور. قرش الثور معروف انه بيعيش في الاساس في المياه المالحة، لكن بيقدر يتأقلم على الحياة في المياه العذبة. وقدرة قرش الثور على التأقلم في المياه العذبة بترجع لقدرة الكلية عنده على قياس درجة الملوحة في المية وتنظيم عملها وفقا لطبيعة المية. بيوصل طول قرش الثور لحوالي مترين او 3 امتار، واضخم قرش ثور تم اصطياده كان وزنه حوالي 312 كيلو جرام. قرش الثور بيعتبر من الاسماك الشرسة جدا والمخيفة والمفترسة للانسان، حتى انه بيعتبر اكتر انواع اسماك القرش افتراسا للإنسان، والقرش الأبيض والقرش الببري في المركز الثاني والثالث بعده على الترتيب. الأربيمة.
الأربيمة هي سمكة عملاقة من أكلات اللحوم بتعيش في نهر الأمازون والبحيرات المحيطة. جسمها مغطى بحراشيف مصفحة، علشان كده بتقدر سمكة الأربيمة إنها تتواجد في الأماكن اللي فيها أسماك بيرانا. الأربيمة بتتغذى على الأسماك وماهرة جدا في صيد الطيور اللي بتتواجد قرب المية، وفي الغالب بتفضل سمكة الأربيمة التواجد بالقرب من سطح المية باستمرار للحصول على الأكسجين من الهواء، رغم إنها بتتنفس زي كل الأسماك عن طريق الخياشيم. أسماك الأربيمة ليها صوت مميز جدا وبيوصل طولها لحوالي 3 امتار ووزنها بيوصل ل 90 كيلوغرام. الأربيمة مفترسة جدا ومتوحشة، حتى انها بتمتلك اسنان على اللسان. البيارة. سمكة البيارة هي واحدة من أشرس أسماك نهر الأمازون لقدرتها على الإمساك بفرائسها بمهارة وابتلاع أسماك بنص حجمها، وده في حد ذاته شيء مدهش جدا، وخصوصا لما تعرف إن طول سمكة البيارة بيوصل لمتر ونص. وجبتها الأساسية هي أسماك البيرانا، وده بيعكس مدى شراسة البيارة اللي بتمتلك في فكها السفلي سنين ناتئين أقرب في الشبه للخنجر، طول الواحد منها حوالي 15 سنتي، وبتستخدمهم السمكة في طعن الفريسة. ثعلب النهر العملاق. ثعالب النهر العملاقة تعتبر أضخم الحيوانات في فصيلة العرسيات. ذكر ثعلب النهر البالغ بيوصل طوله لحوالي 2 متر من الأنف لطرف الديل. بيتغذى ثعلب النهر العملاق على الأسماك والسلطعون النهري، وبتخرج مجموعات الثعالب النهرية واللي بتبقى في حدود من 3 ل 8 ثعالب مع بعض وقت صيد الطعام. الثعلب النهري الواحد بياكل حوالي 4 كيلوغرام من الطعام في اليوم الواحد. الثعالب النهرية العملاقة شكلها لطيف جدا ووديع، لكن هي في الحقيقة كائنات مفترسة وشرسة بنفس درجة شراسة بقية كائنات الأمازون اللي موجودة معانا في الفيديو، حتى إنه في تقارير بتقول إن مجموعة من الثعالب النهرية العملاقة افترست أفاعي أناكوندا بالغة، وكمان بتقدر الثعالب النهرية إنها تفترس تمساح الكايمن. مجموعة من الباحثين شافوا بالفعل عائلة من الثعالب النهرية العملاقة وهي بتفترس تمساح كايمن طوله 1.5 متر في خلال 45 دقيقة. التامباكوي. سمكة التامباكوي أو الباكو السوداء من أسماك نهر الأمازون واللي بتعتبر خطر على الرجال أكتر من النساء. التامباكوي أكبر في الحجم من البيرانا وبتتميز بأسنانها اللي بتشبه لحد كبير الأسنان الأدمية، وهي من أكلات العشب واللحوم. وجبتها الأساسية بتبقى عبارة عن الفواكه والجوز، لكن المشكلة الحقيقية هي إن سمكة التامباكوي ما بتعرفش تميز ما بين الجوز والأعضاء التناسلية الذكرية الأدمية، وفعلا في بعض الحوادث اللي مات فيها رجال بعد فقدانهم أعضاءهم التناسلية أثناء السباحة في الأمازون بسبب سمكة التامباكوي.